أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: من عمل ذنبا ثم استغفر ربه وتاب وبعد فترة عاد إليه، يقول هل يعد استغفاره رياء أم نقص؟ لا يعود إلى الله ويتوب عليه إذا تاب توبة صحيحة وصادقة، ولكن غلبته نفسه وغلبه الشيطان فعاد إلى هذا العمل، لا ييأس من رحمة الله، يتوب إلى الله، كل ما تكرر منه يتوب إلى الله عز وجل ولا يقنط من رحمة الله. نعم.